خليني بقى اروح لماتش السوبر، انه مباراه بكل المقاييس لابد، مباراه مع الزمالك مباراه صعبه، مباراه مع بيراميدز مباراه صعبه، مباراه مع سيراميكا مباراه صعبه، لكن يظل المنافس التقليدي نادي الزمالك بالنسبه للنادي الاهلي منافس صعب، خاصه انه من وقت قليل كسبان كاس السوبر الافريقي. يعني الاحداث اللي احاطت بهذا اللقاء شايفها في صالح النادي الاهلي ولا ممكن يكون لها تأثير سلبي على النادي الأهلي؟ الأحداث في صالح النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا، لأن النادي الأهلي المفترض إن هو يتفوق في الملعب، نعم، والزمالك يتفوق في الملعب على بيراميدز وسيراميكا. نعم، لكن اللي حصل في الماتشين أول ماتشين، نعم، إن الفرقتين صعدوا بس مش بالجودة والأداء اللي احنا بنقول عليه ان الفرقتين دول هما الاهلي والزمالك. نعم. وده نتيجه التخبط اللي كان حاصل قبل البطوله، واللخبطه والنتائج اللي ما كانتش مظبوطه والحاجات دي كلها، وفرحه الزمالك اللي كانت زايده برضو عن الحد والحاجات دي كلها. لكن الوضع بين الاهلي والزمالك دلوقتي، الاهلي هو عايز يثبت في الملعب ان هو الاقدر، وان اللي حصل في ماتش السوبر الافريقي ده نوع من التخاذل من لعيبه النادي الاهلي، وعدم الوعي والادراك ان هم بيحملوا مسؤوليه كبيره جدا امام جمهورهم، وان انت ما خرجتش امكانياتك الحقيقيه. مظبوط، ده صحيح. فانت مش انت يعني مش انا ممكن اتغلب والجمهور يطلع يسقف لي. مظبوط. ليه؟ لان اديت وعرقت وتعبت، فيقول لك انت عملت اللي عليك، صح، لكن احنا ما عملناش اللي علينا. نعم. فبالتالي دي اول نقطه ان اللعيبه فهمتها. النقطة الثانية هي مسألة الثقة في النفس، ودي نقطة محتاجة بقى إيه تظبيطها، واللي ظبطها كولر النهاردة لما قال في المؤتمر الصحفي أنا داخل أكسب المباراة. نعم. بمعنى إن عايز يدي اللعيبة يقول لهم أنا بديكم رسالة، أنتوا لازم ترجعوا الثقة في نفسكم، لأن اللعيب لما بيفقد الثقة في نفسه إمكانياته وقدراته على العطاء في الملعب بتقل جدا. فدي النقطة الثانية. النقطة الثالثة الترابط الفكري مع اللعيبة في الملعب. احنا عندنا بطء في الترابط الفكري. بمعنى هو الترابط الفكري بنسميه يعني في لغة الكرة اللي هو اللعيبة منسجمة مع بعض ولا لا. يعني احنا بنقرأ فكر بعض في الملعب ولا لا. انا امام عاشور ماشي بالكرة وبرستاو قطع القطعة بتاعته من ورا المدافعين، هل امام عاشور رابط مع بيرستاو هيلعبها له بينيه ولا لا؟ ولا مش رابط؟ هنا لما يبقى عندك بطء فكري بتلاقي نفسك خلاص انت مش رابط مع بيرستاو، ولا رابط مع حسين الشحات، ولا رابط مع حد خالص. الماتش بتاع افريقيا كان عندنا كده بطء فكري، لكن دلوقتي المفترض ان يحصل تنشيط بالانسجام، وما غيرش كتير. ملعبش بقى في الهيكل خلاص. انا الهيكل شايف انه التغيير كتير في الماتش اللي فات كان ليه دور في كان ليه دور التغييرات. ليها دور، والتغييرات اثناء الملعب برضو متاخره. في لعيبه في البوزيشن بتاعها ما كانتش افضل مكان يلعبوا فيه، لان بيبقى فيه ثغرات عندهم بشكل كبير. فلازم الحته بتاعه كولر دي يظبطها. هو مش هيقدر يعالج الحته البدنيه. يعني انا ببقى واضح معاك. الحته البدنيه الوقت قصير جدا، فانت بتعالجها. بس اللي بيسرع عليك بيسرع عليك. بس انت تعالجها زي انك تديهم راحه زياده، تعمل استشفاء اكتر، مش عارف ايه كده. لكن اللي انت تقدر تعالجه في محاضرات فنيه، وتقرا الفريق المنافس ايه الثغرات بتاعته وعيوبه. ده بتاعتك. دي تقدر تشتغل عليها وانت قاعد في محاضره. المدرب الشاطر ان هو يستغل كل دقيقه في المعسكر لصالح الفريق. ده صحيح. لكن انا بشوف، معلش يعني، للاسف في مديرين فنيين مقضيين المعسكر مجرد ان هو معسكر راح انام واروح اروح العب الماتش. هو المعسكر عشان اروح انام واروح اروح العب الماتش؟ لا، المعسكر انا باهل لعبتي بدون طبعا ان انا يعني بدون ضغط زياده. بس ازاي انا باهله نفسيا؟ ازاي انا اقعد مع كل خط لوحده واتكلم معاه؟ ازاي اللعيب المنكسر في الثقه بتاعته اعلي له الثقه بتاعته؟ وازاي اللعيب اللي هو سرحان شويه اخليه لا كده؟ اللعيب اللي هو عمال يبص على السوشيال ميديا وبيتكلموا عليه وحش، ازاي انا افوقه تاني؟ ده دور مدير فني ومدير كوره وجهاز بالكامل. فلازم يبقى فيه زي خليه نحل جوه المعسكر عشان اللعيبه دي تنزل الملعب تؤدي بالشكل. انا عايز اقول لك كابتن شوبير يأدوا بالشكل الطبيعي بتاعهم.
الشكل الطبيعي. اه اذا الاهلي ادى بشكل الطبيعي انت طبيعي بروح النادي الاهلي بلعبته بامكانياته اشتغل تنجح على طول. ايه حدود دور مدير الكره يا كابتن هادي؟ مين ابرز المدربين؟ اشتغلت مع حسام البدري؟ طبعا. ومين؟ اشتغلت مع مانو جوزيه، كنت منسق. كنت منسق لكن حسام كنت مدير كوره. واشتغلت مع محمد يوسف كمدير رياضي بقى. ومدير رياضي. يعني هل انت ممكن تكلمه في الكوره؟ هل انت ممكن تكلمه لعيب يلعب ولا لا؟ لعيب يخرج ولا لا؟ هو دور مدير الكوره اذا كان عنده خلفيه رياضيه كروي. طبعا وكان لعيب كوره الفريق ليه حق عليك. نعم. او الجهاز ليه حق عليك انك لو شايف حاجه تقول. بس رايك استشاري. استشاري في المقام الاول. كلمه حسن حمدي برضه. لان نعم. دي حقيقه، لان انت مش بتفرض عليه رايك. نعم. انت بتقول له رايي. نعم. لكن في الاخر هو بياخد الراي، بياخد من الجهاز كله. نعم. الاراء الفنيه، انتوا شايفين اللعيب ده حالته ايه، اللعيب ده مستواه ايه، بدنيا عامل ازاي، بياخد الاراء. نعم. وفي الاخر هو ياخد الملخص ويبتدي هو يفكر مع نفسه وياخد قرار. نعم. عيب في عيب مدير فني يقول لك ايه بعد ما تدي له قرارك. نعم. وينفذه يطلع يلومك. يا سلام. في ناس بتعمل كده. نعم. يطلع يلومك. فانت ساعتها انت كدورك الاستشاري. نعم. بتتراجع فيه. يا عم مش هقول له حاجه ثانيه، ما هو هيلومني. لكن المدرب الواعي او المدير الفني الواعي اللي هو ما يلومش حد. استمتعت بالشغل مع حسام البدري؟ جدا. ليه؟ ان هو كابتن حسام شخصيته قريبه مني. ايوه. هو يعني في حاجات في الحته التنظيميه والحته الترتيب والنظام واللوائح، يعني هو دايما يحب كل حاجه مترتبه صح. فاحنا متناسقين جدا مع الكابتن حسام في النقطه دي. نعم. لكن هو ممكن يكون مختلفين شويه في ايه بقى؟ هو ممكن يكون اكثر حده يعني، وعايز حماسه زائد ان الفرقه تنجح، وانا اكثر هدوءا شويه وباخد خطوه او مسافه شويه في التفكير.